مشاهدينا، جماهير أسود الرافدين يداعبها حلم تكرار الذكريات الجميلة عندما تربع على قمة القارة عام 2007، خصوصا بعدما قلب منتخبنا تأخره إلى فوز ثمين على فيتنام، لا سيما بعد التبديلات الفعالة ومنها نزول المثابر همام طارق في الشوط الثاني، ما كان له الأثر الكبير في نفوس جماهيرنا لاسترداد أمل الوصول إلى الأدوار المتقدمة. هذه مجموعة من آراء المواطنين في بغداد، دعونا نتابع. نهني الشعب العراقي بالفوز منتخب الوطني أسود الرافدين. طبعا بالأكيد أنه كان أفضل لاعب الباحة بالمنتخب العراقي همام وعلي عدنان. كان عندنا أكو أخطاء دفاعية، سببها كان أنه أكو مؤتمر صحفي أنه مدرب هو اللي اعترف بها أنه كان عنده أخطاء، جزء من الأخطاء اللي هو يتحملها، ونتمنى من المنتخب العراقي أنه يعدي هاي الأخطاء واللعبات القادمة يحضر نفسه تحضيرات جيدة. بس ما اتوقع ان المنتخب العراقي راح يصعد للنهائي. نحن الشعب العراقي بمناسبة فوز منتخبنا الوطني أسود الرافدين على نظيرنا الفيتنامي في مناسبة تصفيات كأس آسيا. الأخطاء اللي كانت باللعبة أمس أخطاء دفاعية، يعني أغلبيتها دفاعية، كان يعني دفاعنا مكشوف ومساحات فارغة هواية. التبديل اللي أجراه مدرب المنتخب أدخل همام، يعني حدث تغيير جدا قوي، همام يعني سجل الهدف الثاني وعلى عدنان كان لهم دور كبير في اللعبه. نهن الشعب العراقي بمناسبه فوز المنتخب الوطني على نظيره الفيتنامي. طبعا كانت اكو اخطاء عند المنتخب وهي اخطاء دفاعيه يعني ملحوظه. نتمنى من المنتخب يعني يغيرون تشكيله هذه الخطه، لان اصبحت الخطه مكشوفه. الفرق اللي قادمه هي فرق قويه ومدربه، يعني نتمنى يتغير ادائهم في سبيل حتى لا نفشل في المباراه القادمه. يعني اللي نتمناه من المنتخب انه بس يوصلونا على الاقل يعني لنصف النهائي، لان انا ما متوقع راح ياخذون يصعدون للنهائي. بالشوط الاول كان الاداء متذبذب والاخطاء، من ضمنها اجى الجول الاول وبعدين الجول الثاني كانت بسبب المدافع علي فايز. اجى المدرب بالشوط الثاني غير الاستراتيجيه مال المنتخب، فنزل الجوكر اللي هو همام طارق. همام كان شغل المنتخب العراقي كله على همام طارق. همام اللي هو يعني غير مجرى المباراه، او المدرب اللي من خلال نزل اشراك همام طارق بالمباراه هو اللي كان سبب فوز العراق. يعني تباوع عليه يتحرك يمين يسار بالوسط بالمقدمة، يساند يرجع يساند الدفاع وهكذا.